يقول: أذهب إلى صلاة الفجر دائما، وأجد الصلاة قد أقيمت وأنا لم أصلي ركعتي الفجر بعد، هل يسمح لي أن أصليهما بعد انتهاء الصلاة، أي بعد تسليم الإمام؟ وإذا انتظرت حتى تطلع الشمس، هل ينقص ذلك من أجلي شيئا، مع العلم أن ركعتي الفجر هما خير من الدنيا وما فيها كما ورد في الأثر؟ نعم، إذا فاتتك ركعتي الفجر قبل الصلاة فإنك تصليها بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر فسأله عن ذلك فأخبره أنه لم يصلي راتبة الفجر فأقره على ذلك. الحمد لله. وإن أخر راتبة الفجر الذي فاتت إلى بعد ارتفاع الشمس فهو أحسن، ذلك أحسن إذا كان يتمكن من ذلك، وإن كان لا يتمكن فإنه يصليها بعد الفجر مباشرة ولا حرج عليه. نعم.